إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير نبيٍ اجتباه إلى هداية العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اتقوا الله عباد الله، وأطيعوه في السر والعلن، وراقبوه تهتدوا وتفلحوا، واعلموا أن السفر طويل والزاد قليل، فأعدوا عدتكم وخذوا أهبتكم لنزول حفرتكم، واعلموا أنه من لم يتأدب مع الله تعالى فوق الأرض أدبه الله تعالى تحت الأرض، ثم أخذه بالعذاب والنكال يوم العرض. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاعلموا يا عباد الله أن القدر نظام التوحيد، والتوحيد نظام الحياة، ولا تستقيم حياة الإنسان إلا بإخلاص العبادة للرحمن. وإن من إخلاص العبادة لربنا تبارك وتعالى أن يوقن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق، حتى عثرة العاثر بثوبه كتبها الله وقدرها في الأزل. أخرج أحمد رحمه الله في المسند بسنده إلى الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الوليد وهو ابن الصحابي الجليل عبادة: دخلت على أبي وهو في مرض الموت، أو وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبتي أوصني واجتهد لي. يطلب من أبيه الوصية، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، موصيا لابنه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، إنك لن تطعم طعم الإيمان، يعني لن تذوق الإيمان ولن يدخل الإيمان في قلبك، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال ابنه: وما خير القدر وما شره؟ فقال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة إلى ما هو كائن يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إن مت وفي قلبك شك في قضاء الله تعالى وقدره، يا بني دخلت النار. والإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بهذا الركن. فلو أتى بجميع أنواع التوحيد
والطاعات والعبادات والقربات لله تعالى، ولم يؤمن بهذا الركن العظيم، لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة لا صرفاً ولا عدلاً، يعني لا فريضة ولا نافلة. ومن كذب بالقدر وجحد علم الله عز وجل وقال أن الله لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها فقد كفر بالله العظيم. فلا يؤمن العبد حتى يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا، فكل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق، كتبه الله عز وجل وقدره وقضاه في الأزل. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، وهو تابعي كبير: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقضاء وقدر. والآيات والأحاديث في إثبات قضاء الله وقدره كثيرة جدا. أما كلام الله تعالى فمنه ما قال الله فيه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال عز من قائل: والذي قدر فهدى. وقال: فقدرنا فنعم القادرون. وقال: ثم جئت على قدر يا موسى. أما أحاديث النبي أيضا فهي كثيرة جدا، والعمدة في هذا الباب حديثان: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن عباس: كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يثبت أن كل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق. فلو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء يسير لم يقدره الله عز وجل لك في الأزل لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ينالوك بضر أو شر لم يقدره الله عز وجل عليك في الأزل لم يستطيعوا ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. أما حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 بـ40 بـ40، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بـ4 كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار
حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر، أو كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الإنسان الفطن اللبيب الذكي والإنسان السبهلل الغبي، هذا كله بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق سماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. فكل شيء جرى به القلم قبل أن تخلق الخلائق. ولرب سائل يسأل أو قائل يقول: لماذا العمل إذن؟ لماذا التعب والعبادة والنصب في العبادة؟ ألم نكتب في بطون أمهاتنا: الشقي شقي والسعيد سعيد؟ وهذا قضاء وقدر لا يتغير أبدا، إذا لماذا نعمل؟ لماذا لا نتكل وندع العمل؟ اسمع إلى الإجابة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، منطقة البقيع قرب المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة عود صغير، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، يعني نكس رأسه وجعل ينكت في الأرض بمخصرته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتب شقي أو سعيد. فقال له رجل من صحابته رضوان الله عليهم مستفسرا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتبنا في بطون أمهاتنا وندع الأعمال ونعيش هكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أو قال الصحابي: أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. وتلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي سنن الترمذي بحديث حسن غريب عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نزل قول الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا نبي الله، على ما نعمل؟ على أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه؟ يعني هذه الأعمال وهذه الدنيا، هل فرغ منها وكتبت أم أنها تكتب الآن ولم يفرغ منها بعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل على أمر قد فرغ منه وجرى به القلم، ولكن كل امرئ ميسر. وتلا قول الله تعالى الآية التي ذكرناها آنفا: فأما من أعطى واتقى، الآية. أخيرا، أخرج هبة الله الطبري اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عن ابن الديلمي رحمه الله تعالى قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر. وأبي بن كعب صحابي جليل، هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم عندما سأله: أي آية معك أعظم من كتاب الله؟
فلم يجب، قال: الله ورسوله أعلم. ثم كرر عليه السؤال فقال: آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي بصدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. قال: فأتيت أبي بن كعب وقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من القدر، فجئت إليك تحدثني أو تحدثني، وإني خشيت أن يكون فيه ألاك ديني أو أمري، فحدثني بشيء لعل الله عز وجل أن ينفعني. فقال أبو المنذر رضي الله عنه وأرضاه: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم، ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله لم يتقبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. قال: فأتى عبد الله بن مسعود فحدثه بنفس الحديث، وقال له عبد الله: ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة فتسأله. فأتى حذيفة فحدثه بنفس الحديث، وقال: ولا عليك أن تأتي زيد بن ثابت فتسأله. فأتى زيد بن ثابت فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. هذا مجمل الإيمان بالقضاء والقدر، وأن العبد لا يؤمن بالله تعالى حتى يوقن ويقر بقلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد خالف في ذلك أقوام وطوائف، فمنهم من نفى وجحد علم ربنا تبارك وتعالى، وقال أن الأمر أنف يحدث تباعا، وأن الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا لا يعلم الأشياء إلا عند حصولها وحدوثها، فجحدوا علم ربنا تبارك وتعالى. ومنهم من قال أن المعاصي ليست بقدر من الله تبارك وتعالى، وقد رد عليهم أهل السنة ردودا وافرة. ففي كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سئل أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن الزنا بقدر، يعني هل الزنا بقدر؟ فقال رحمه الله تعالى: الخير والشر بقدر. ثم قال: الزنا والسرقة. يذكر ذلك عن سالم وابن عباس أنهما كانا يقولان: الزنا والسرقة بقدر، أي بقدر من الله سبحانه وتعالى وكتاب قد سبق. أما مبدأ ظهور هؤلاء الذين سموا بالقدرية، وهذا من أسماء الأضداد، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر ولا يؤمنون به، فكان مبدأ ظهورهم في زمان ابن عمر وفي زمان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقد رد عليهم حبر القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ومما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى قال: قيل لابن عباس: إن ناسا يقولون في القدر، أي ينكرون ويكذبون أقدار الله تبارك وتعالى. فقال رضي الله تعالى عنه: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه، يعني لأسحبنه من ناصيته، والناصية هي مقدم الرأس. قال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه، إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق أي شيء، فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجري قد فرغ منه، أي ما يجري من الأحداث وما يجري من المقدرات قد كتبه الله عز وجل وفرغ منه قبل خلق الخلق 50,000 سنة، فإنما يجري العباد على أمر قد فرغ منه. أيضا
عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ومعي رجلان ممن يتكلمون في القدر وينكرونه، فقلت لابن عباس: إن معي رجالاً أو رجلان يريدون أن يسألونك عن الزنا وعن السرقة وعن الخمر، يعني إن زنا وإن سرق وإن شرب هل هو بقدر الله تعالى أم ليس بقدر الله تعالى؟ قال: فحسر عن قميصه حتى أخرج من كبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحسر قميصه حتى أخرج من كبيه وقال: يا أبا يحيى، لعلك ممن ينكر هذا أو يكذب به، والله إني أو لأعلم إن كنت ممن يكذب بهذا أو هذان ممن يكذب بالقدر لجاهدتكم، إن زنى فبقدر، وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر، يعني كله بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق. أما ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما فقد تبرأ من هؤلاء القوم. فعن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: إنا نسافر فنلقى أقواما يقولون لا قدر، ينفون قدر الله تعالى، فقال له ابن عمر: إن لقيتهم فقل لهم: إن ابن عمر بريء منكم وأنتم براء منه، يعني تبرأ منهم، وقالها 3 مرات: قل لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. فتبرأ منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أول من تكلم في القدر وابتدع هذه البدعة فهو معبد الجهني. قال الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام وأهله: فأما مبدأ فتنة القول بالقدر فقال بها معبد الجهني، وكان رجلاً من أهل البصرة، وكان عنده حظ من العلم، فتكلم بهذا الكلام وقتل بعد فتنة ابن الأشعث، وتبرأ منه ابن عمر. هذا هو الرجل الذي تبرأ منه ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تكلم به عمرو بن عبيد رأس المعتزلة في البصرة، الذي اعتزل حلقة الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم بعد ذلك جادل به غيلان القدري في أيام عبد الملك بن مروان، واستتابه عمر بن عبد العزيز، وقتله هشام بن عبد الملك. وسنأتي على قصة غيلان التي ذكرها اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة. قال: حدثنا جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه عنه في القدر. فلما دخل غيلان قال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال غيلان: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. فقال له عمر بن عبد العزيز: ما تقول في العلم، أي في علم الله تبارك وتعالى، هل يعلم الله عز وجل الأشياء قبل وقوعها أم عند وقوعها؟ فقال له: ما تقول في العلم؟ فقال غيلان: نفذ العلم، أي أن الله عز وجل علم الأشياء وقدرها منذ الأزل. فقال له عمر: أنت مخصوم، اذهب فقل ما شئت، يعني بما أنك أقريت بعلم الله عز وجل فأنت مخصوم، إن أقررت بالعلم فقد خصم، وإن جحدته فقد كفرت، وإنك إن تقر بالعلم فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. يا غيلان، أتقرأ ياسين؟ قال: نعم. قال: فاقرأ. فقرأ غيلان ياسين والقرآن الحكيم حتى وصل إلى قول الله عز وجل: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، ما تقول يا غيلان؟ قال: والله كأني لم أقرأها يا أمير المؤمنين، أعاهد الله ألا أعود إلى هذا الكلام وألا أتكلم به أبدا. فقال له عمر بن عبد العزيز: اذهب. فلما ولى قال عمر ورفع يديه: اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم في زمن عمر بن الخطاب.
فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك، وكان رجلاً لا يأبه لذلك ولا ينظر إليه، فعاد غيلان وتكلم في القدر، ودعا الناس إلى القول بنفي القدر. فلما مات يزيد وولي هشام بن عبد الملك الإمارة، استدعى غيلان وقال له: يا غيلان، ألم تكن عاهدت الله لعمر ألا تعود إلى هذا الكلام أبدا؟ فقال: أقلني يا أمير المؤمنين، فوالله لا أعود أبدا، يعني اعف عني. فقال: لا أقالني الله إن أقلته. أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: فاقرأ. فقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قف، على ما استعنت؟ على أمر بيده لا تستطيعه، أو أمر بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه، ثم اضربا عنقه، ثم اصلباه. قال عبادة بن نسي رحمه الله تعالى: والله لقد أصاب به عمر القضية والسنة، فقتله عمر بن عبد العزيز، لأنه كان داعية إلى هذا القول ورأسا من رؤوس أهل القدر. أما كيفية التعامل مع من يقول هذا القول، فخذها من حبر القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال رحمه الله تعالى كما نقل اللالكائي: القدرية قوم يكونون في آخر الزمان دينهم الكلام، يعني دينهم الصفصفة والفلسفة والكلام، ويقدمون العقل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. دينهم الكلام، يقولون إن الله لم يقدر المعاصي على خلقه، وهو معذبهم على ما قدره عليهم، فأولئك القدرية، وأولئك مجوس هذه الأمة، وأولئك ملعونون على لسان الأنبياء أجمعين. فلا تقاولوهم فيفتنونكم، يعني لا تتحدثوا معهم فتقعوا في فتنتهم. فلا تقاولوهم فلا يفتنونكم، ولا تجالسوهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم. أولئك أتباع الدجال، لخروج الدجال أشهى إلى أحدهم من الماء البارد. وقال أحمد بن حنبل: ولا تصلوا خلفهم. وصلى شيخ من أهل السنة خلف رجل وبلغه بعد 40 سنة أنه كان يقول بالقدر، فأعاد صلاته. ومن طريف ما يروى عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد قال: كنا جلوسا نأكل البيض، يأكلون البيض والخبز، وكان معهم رجل يقول بالقدر، فرفع البيضة وقال: هذه البيضة إن شئت أكلتها، وإن لم أشأ فلم آكلها أو لن آكلها. فقالوا له: شأ أن تأكلها. قال: فوضعها في فيه. قال: أنا أشاء، ووضعها فيه. فقفز إليه رجلان جلدان فمسكاه من لحييه وفتحا فمه عنوة وألقيا البيضة من فمه. فكذب عدو الله ما شاء الله سبحانه وتعالى وحده. هناك مسألة لا بد من بيانها، وهي الاحتجاج بالقدر. يعني هناك أناس يحتجون بالمعاصي على أقدار الله تبارك وتعالى، يقع بالمعصية فيقول: الله عز وجل قدر علي هذا الأمر. ويحتجون بحديث آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني أخرجتنا بسبب أكلك من الشجر. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله تعالى بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قالها النبي 3 مرار. فبعض ضعاف النفوس يحتجون بمعاصيهم بالأقدار، فنقول: وبالله المستعان، إن كان حال العاصي كحال آدم
عليه الصلاة والسلام أنه عصى الله تبارك وتعالى وأقلع عن ذنبه وندم وتاب واستغفر ولم يعد إلى هذا الذنب أبدا، فهنا يقبل الاحتجاج. يعني إنسان وقع بمعصية وأقلع عنها وندم وتاب ولم يعد إليها إطلاقا، جاء إنسان آخر يعيره بالمعصية يقول له ذاك أمر قدره الله علي وأنا تبت من هذا الأمر وأقلعت عنه، هذا يقبل احتجاجه. أما ضعاف النفوس الذين يجعلون القدر حجة فتراه يصر على المعصية ويفعلها ليل نهار ولا يقلع عنها ولا يستغفر الله ولا يتوب ويقول هذا أمر قدره الله علي، يذهب في الليل يسرق ثم في الصباح يقول قدر الله عز وجل علي أن أسرق ثم يعاود السرقة وهكذا دائما وأبدا، فهذا احتجاجه غير مقبول وهو مردود عليه. أما مراتب القدر فهي أربعة نذكرها سريعا، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما العلم فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، قال مجاهد رحمه الله تعالى خلق إبليس وعلم منه المعصية. وأما الكتابة ففي مسند أحمد عن أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أم سعيد. أما المشيئة ففي السنة لعبد الله عن أبي حازم في قول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال الفاجرة ألهمها فجورها والتقية ألهمها تقواها. والمرتبة الرابعة وهي الخلق في مسائل ابن هانئ عن مجاهد في قول الله عز وجل يتنزل الأمر بينهن، قال ينزل الأمر من السماء السابعة إلى الأرض السابعة. أخيراً من آمن بهذا الركن العظيم وأوقن به حق الإيقان وأيقن به حق الإيقان وعلم أن كل شيء بقضاء من الله وقدر لا بد وأن ينال ثمرات طيبة من الإيمان بهذا الركن العظيم، والثمار كثيرة جدا نقتصر منها على ثلاث ثمار. أما الثمرة الأولى فهي راحة النفس وطمأنينة القلب وعدم الحزن على ما مضى وعلى ما فات، فلا يقلق العبد لفوات محبوب ولا لحصول مكروه، لأنه يعلم ويوقن أن كل شيء بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق، وأن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لن ينفعوه بشيء، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينالوه بمكروه لن يستطيعوا أن ينالوه بمكروه لم يكن كتبه الله عز وجل عليه. ومن ثمار الإيمان بالقدر القناعة والرضا بأقدار الله تبارك وتعالى، كما يقول الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا أبالي أمسيت أو أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أعلم الخير فيما أحب أو فيما أكره. أيضا من ثمار الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة والشكر على نعم الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هذه ثمار عظيمة يذوقها ويذوق حلاوتها من آمن بالله عز وجل وعلم أن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله بما وصاكم الله تعالى وأنهاكم عما نهى عنه وزجر، واعلموا أنه لا يخفض ولا يرفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله صلى على نبيه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها
زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ورحمة برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.